صلاة العشاء، تصلي العشاء ثم تثني بركعتين، ماذا تصلي بعد هاتين الركعتين شيخ كريم؟ هي لو استطاعت ان تصلي 11 ركعه فهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها، النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعه في رمضان ولا في غيره عليه الصلاه والسلام. هي استطاعت خلاف سنه العشاء، خلاف سنه العشاء، وسنه العشاء ممكن تدخل فيها لكن هي خلاف سنه العشاء. نعم. فلو فعلت ذلك هذا خير وبركه، ما فعلت ونريد الا يتعرى وقتها من قيام، فنقول لو صليت الثلاث بنيه القيام الحمد لله هذا خير، لان النبي اوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وصلى 11 ركعه، فانت لك ان تصلي سبع متواصلات تجلسين في السبعه وتتشاهدين وتكونين قمت الليل واوترتي، او تصلي السبع بان تجلسي في السادسه دون السلام، دون السلام تشاهد دون السلام، وفي السابعه بعد ذلك تتشهد وتسلم، او التاسعه او خمسه او ثلاثه او واحده، واحده يكفيها قيام الليل في هذا الباب. نعم كما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ختم القران في ليله في ركعه واحده، ركعتين واحد. بارك الله فيكم.